السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، مرحبا بكم في لقاء اليوم من مقررات علم البيان، وهو اللقاء العاشر بعنوان المجاز العقلي وعلاقاته وبلاغته. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، بعد دراسة هذا اللقاء ينبغي أن تكون قادرا على أن تعرف المجاز العقلي، تفرق بين الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي، تميز بين المجاز العقلي والمجاز المرسل، تعدد علاقات المجاز المرسل، تنشئ جملا المجاز العقلي، توضح بلاغة المجاز العقلي. المجاز العقلي تعريفه هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له لعلاقة مع قرينة تمنع من إرادة الإسناد الحقيقي. والإسناد المجازي يكون إلى سبب الفعل أو زمانه أو مكانه أو مصدره، أو بإسناد المبني للفاعل إلى المفعول، أو المبني للمفعول إلى الفاعل. هذا التعريف المجاز العقلي يقودنا إلى التفريق بين الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي العقلي. فالإسناد الحقيقي كأن نقول جاء زيد أو بكر كاتب، إسناد حقيقي، إسنادنا المجيء إلى زيد، إسنادنا الكتابة إلى بكر. لقد إسنادنا المجيء إلى زيد وإسنادنا الكتابة إلى بكر إسنادا حقيقيا، لأن زيدا ذاته هو الذي اتصف بالمجيء، وبكرا ذاته هو الذي اتصف بالكتابة أو قام بها. وإذا أردنا أن نفرق بينه وبين المجاز المرسل، بين المجاز العقلي والمجاز المرسل، فإن المجاز المرسل وضع كلمة مكان أخرى، مثل فليدعو نادية، مكان أهل نادي، يعني كلمة نادية جاءت مكان أهل نادي، أو رعينا الغيث، مكان رعينا النبات الذي كان سبب الغيث. أما المجاز العقلي فهو إسناد الفعل إلى فاعله، أي أن هناك مسند إليه ومسند، ولا يكون بأقل من ذلك، كقولنا أنبت الربيع الزرع، أنبت الربيع الزرع، أسندنا إنبات الزرع إلى الربيع إسنادا مجازيا، لأن المنبت الحقيقي هو الله، وما الربيع إلا الزمن الذي يكون فيه الإنبات. علاقات المجاز العقلي، للمجاز العقلي علاقات مثل ما كان للمجاز المرسل علاقات، ولكن تختلف عن بعضها. العلاقة الأولى العلاقة السببية، وهي الإسناد إلى السبب. قال تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الشاهد من إيراد الآية هنا في الإسناد الذي حصل في الآية، فبدل أن يسند نفي الربح إلى المنافقين أسند إلى تجارتهم، أي إلى أخذهم الضلالة وتركهم الهدى، والعلاقة سببية. قال فما ربحت تجارتهم، ما قال فما ربحوا في تجارتهم، والعلاقة سببية، إذ المنافقون هم الذين لم يربحوا، أما القرينة فهي قرينة عقلية، إذا التجارة ليست هي التي تربح أو تخسر، بل الرابح أو الخاسر هو صاحب التجارة. مثال آخر: بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، هل هو الذي بنى؟ في هذا المثال وجدنا أن الفعل بنى قد أسند إلى غير فاعله، فإن عمرو لم يبني، وإنما الذي بنوا هم عماله، ولما كان عمرو سببا في البناء أسند الفعل إليه، هو سبب فأسند الفعل إليه. ففي الإسناد هنا مجاز عقلي علاقته السببية أيضا. قال الله تعالى مثال ثالث: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا، الآيات زادتهم إيمانا. هل الآيات هي نفسها التي تزيدهم إيمانا؟ فالآيات لا تزيد الإيمان، والذي يزيده هو الله تعالى بسبب الآيات، بسبب الآيات. فإسناد زيادة الإيمان للآيات مجاز عقلي، علاقته هنا السببية، والقرينة المانعة استحالة وقوع الفعل من الآيات، لا يمكن.
ثانيا العلاقة الثانية العلاقة الزمانية، وهي إسناد الفعل إلى زمانه. مثال: قال طرف بن العبد في معلقته: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. الفعل ستبدي أسند إلى الأيام، ستبدي لك الأيام أي أسند إلى غير فاعله الحقيقي. هل الأيام هي التي ستبدي له؟ لأن فاعله الحقيقي هو حوادث الأيام. والذي سوغ هذا الإسناد أن المسند إليه الأيام زمان الفعل، زمان. فإسناد الإبداء من الأيام مجاز عقلي علاقته الزمانية. مثال آخر: قال شاعر: أشاب الصغير وأفنى الكبير، كر الغداة ومر العشي. ما الذي أشاب الصغير وأفنى الكبير، كر الغداة ومر العشي؟ أسند الفعلين أشاب وأفنى إلى الزمن، وهو كر الغداة ومر العشي، وهذا مجاز عقلي علاقته الزمانية. والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي استحالة الفعل من الزمان، وإنما هو سبب. مثال ثالث: ضرب الدهر بينهم وفرق شملهم. ضرب الدهر بينهم وفرق شملهم، الدهر هو الذي ضرب بينهم وهو الذي فرق شملهم. في هذا المثال أسند الضرب والتفريق إلى الدهر، مع أن الدهر في حقيقته لا يضرب ولا يفرق. وعلى هذا فإسناد الضرب والتفريق إليه هو إسناد لكل من هذين الفعلين إلى غير فاعله الحقيقي، لأن الذي ضرب بينهم وفرق شملهم هو الحوادث والمصائب التي حدثت في الدهر. الدهر ما هو إلا ظرف زمان، فالمجاز هنا مجاز عقلي علاقته الزمانية. العلاقة الثالثة العلاقة المكانية، وهي إسناد الفعل إلى المكان. اللي قبلها إسناد الفعل إلى الزمان، هذه إسناد الفعل إلى المكان. قال الشاعر: يغني كما صدحت أيكة وقد نبه الصبح أطيارها. صدحت أيكة، والأيكة شجرة، وهل هي التي تصدح؟ الأيكة الشجرة، وهي لا تغني ولا تصدح. فالفعل صدحت أسند إلى الأيكة، أي إلى غير فاعله، لأن فاعله الحقيقي هو الطيور. الطيور التي تصدح، التي تتخذ من الأيكة مكانا لها تصدح من فوقه. وعلى هذا فإسناد الصدح إلى الأيكة مجاز عقلي علاقته المكانية، لأنها مكان الطيور التي تصدح. مثال ثاني: قال الحيصبيص، شاعر من شعراء العصور المتأخرة: ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطح. في قول الشاعر سال بالدم أبطح مجاز عقلي. لاحظ، سال بالدم أبطح، سال أبطح بالدم. هل الأبطح هو الذي يسيل بالدم؟ سال بالدم أبطح مجاز عقلي، وتفصيله أن سيلان الدم أسند إلى أبطح، أي إلى غير فاعله، لأن الأبطح مكان سيلان الدم، مكان سيلان الدم، وهو لا يسيل الأبطح نفسه، وإنما يسيل ما فيه وهو الدم. فإسناد سيل الدم إلى الأبطح مجاز عقلي علاقته المكانية. مثال آخر: يجري النهر. في هذا المثال أسند الجري إلى النهر، أي إلى غير فاعله الحقيقي. لماذا؟ قد تقول كيف؟ لأن النهر مكان جري الماء وهو لا يجري، مكان جري الماء. الأخدود نفسه ذاك يسمى نهر، وإنما يجري ما فيه وهو الماء. فأسند الجري إلى النهر إسناد مجازي غير حقيقي، وهو لهذا مجاز عقلي علاقته المكانية. مثال رابع: ذهبنا إلى حديقة غنى. أسندنا الغناء إلى الحديقة، ولفظة غنى مشتقة من الغن والحديقة التي هي مكان لا تغني، وإنما الذي يغني عصافيرها أو ذبابها. ففي الكلام مجاز عقلي علاقته المكانية. العلاقة الرابعة العلاقة المفعولية. قال تعالى مثال: قال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا.
ولم نمكن لهم حرما آمنا، لاحظوا حرما إيه؟ آمنا، ما قال حرما مأمونا. فالحرم لا يكون آمنا لأن الإحساس بالأمن صفة من صفات الأحياء، وإنما الحرم مأمون بمعنى يؤمن. ولهذا أسند الوصف المبني للفعل آمن إلى ضمير المفعول، وهذا مجاز عقلي علاقته المفعولية. مثال آخر، كان المنزل عامرا وكانت حجره مضيئة. كان المنزل عامرا، لم نقل كان المنزل معمورا، وهذا الأصل، وكانت حجره مضاءة، هذا الكلام الطبيعي، لكن هو أرادها مجازا فقال كان المنزل عامرا وكانت حجره مضيئة، جعل الإضاءة للحجر. في هذا المثال المنزل لا يعمر غيره، وإنما هو معمور بغيره، والحجرة ليست مضيئة لأن الإضاءة لا تقع منها في حقيقة الأمر، وإنما هو معمور بغيره، وعفوا لا تقع منها حقيقة الأمر وإنما تقع عليها، لهذا فهي مضاءة وليست مضيئة، مضاءة. وإذا ففي كل من عامر ومضيئة مجاز عقلي علاقته المفعولية. مثال آخر، لقد لمتنا، يقول جرير، لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى ونمت وما ليل المطي بنائم، وما ليل المطي بنائم، جعل ليل المطي هو النائم. فالمجاز هو في قول الشاعر وما ليل المطي بنائم، فإسناد النوم إلى ليل المطي مجازي غير حقيقي، لأن ليل المطي لا يحدث منه النوم على الحقيقة، وإنما يقع فيه الفعل أي ينام فيه. إذن الليل ليس بنائم وإنما هو منوم فيه، ففي كلمة نائم مجاز عقلي علاقته المفعولية. مثال آخر، من أقوال العرب عجب عاجب، هكذا يقولون عجب عاجب. فالعجب الأمر الذي يتعجب منه لخفاء سببه، وهو لهذا لا يمكن أن يعجب، أي أن يسند إليه العجب على الحقيقة، لأن العجب صفة من صفات العقلاء، ولكن العجب يدعو إلى تعجب الناس، فاستعمل اسم الفاعل عجب هنا مكان اسم المفعول متعجب فيه، وهذا مجاز عقلي علاقته أيضا المفعولية. خامسا، العلاقة الفاعلية. العلاقة الخامسة، العلاقة الفاعلية عكس الأولى اللي هي المفعولية، وذلك فيما بني للمفعول وأسند للفاعل الحقيقي، نحو قولهم سيل مفعم. لاحظوا سيل مفعم، ولم نقل مفعم، السيل يفعم يملئ، لكن هنا قالوا سيل مفعم بضم الميم الأولى وفتح العين، فالسيل هو الذي يفعم أي يملأ، وأصله أفعم السيل الوادي أي ملأه. فالفاعل الحقيقي الذي أسند إليه الإفعام هو السيل، فلو أريد الإسناد الحقيقي لقيل سيل مفعم، ولكن الذي حدث أنه جاء بالمسند مبنيا للمفعول مفعم بفتح العين، ثم أسند إلى غير فاعله الحقيقي وقيل سيل مفعم بفتح العين، فالإسناد هنا مجازي وهو مجاز عقلي علاقته الفاعلية. لاحظوا إذا جاء بصيغة المفعولية نقول علاقته الفاعلية، وإذا جاء بصيغة الفاعل اسم الفاعل نقول علاقته المفعولية. مثال آخر، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. مأتيا، شاهد، إنه كان وعده مأتيا، ما قال وعده آت. نجد أن كلمة مأتيا جاءت بدل كلمة آت، فاستعمل هنا اسم المفعول مأتيا مكان اسم الفاعل آت، أو بعبارة أخرى أسند الوصف المبني للمفعول إلى الفاعل، وهذا مجاز عقلي علاقته الفاعلية. ثالثا، قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قوله تعالى حجابا مستورا، الحجاب دائما ساتر، لكنه قال في الآية حجابا مستورا. نجد أن كلمة مستورا جاءت بدل كلمة ساترا، ف
فاستعمل اسم المفعول مكان اسم الفاعل فهو مجاز عقلي علاقته الفاعلية. العلاقة السادسة العلاقة المصدرية هي إسناد الفعل إلى مصدره. مثال قال الشاعر تكاد عطاياه يجن جنونها يجن جنونها إذا لم يعوذها برقية طالبي. هذا أبو تمام. نجد أن المجاز العقلي هو في قول الشاعر يجن جنونها، فالفعل يجن أسند إلى مصدره اللي هي جنون ولم يسند إلى فاعله، وإسناد الفعل إلى مصدره مجاز عقلي علاقته المصدرية، فجنون مصدر يجن. مثال آخر قال أبو فراس الحمداني سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. تلاحظون هذا المثال هذا الشاهد كان معنا في التشبيه الضمني، واليوم هنا في العلاقة المصدرية من علاقات المجاز العقلي. أين نجد ذلك؟ سيذكرون قومي إذا جد جدهم، إذا جد جدهم أسند الفعل جد إلى المصدر جد، فالمجاز في البيت هو في جدة جدهم، حيث لم يسند الفعل جدة إلى فاعله الحقيقي وإنما أسند إلى مصدره جدهم، وذلك بجعل ما هو مصدر في المعنى فاعلا لفظيا على سبيل المجاز. ومن هذا يرى أن الفعل أسند إلى غير ما هو له لعلاقة مع قرينة مانعة من الإسناد الحقيقي، فهنا مجاز عقلي علاقته المصدرية. مثال آخر قال تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة نفخة فإذا نفخ نفخة، فالفعل نفخ المبني المجهول لم يسند إلى نائب فاعله الحقيقي وإنما أسند إلى مصدره نفخة، أي أسند إلى غير ما هو له لعلاقة المصدرية، فهذا مجاز عقلي علاقته المصدرية. مثال رابع قال الشاعر قد عز عز الأولى لا يبخلون على أوطانهم بالدم الغالي إذا طلبا. قد عز 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 سند الفعل عز إلى عز المصدر، فالفعل عز لم يسند إلى فاعله الحقيقي وإنما أسند إلى مصدره عز، وذلك بجعل ما هو مصدر في المعنى فاعلا لفظيا على سبيل المجاز. فالفعل في البيت قد أسند إلى غير ما هو له لعلاقة المصدرية، وهذا مجاز عقلي علاقته المصدرية. فمن معالجة هذه الأمثلة نرى أن أفعالا أو ما يشبهها لم تسند إلى فاعلها الحقيقي، بل أسندت إلى سبب الفعل أو زمانه أو مكانه، قد تقول سبب إلى الفعل أو زمانه أو مكانه أو مصدره، وأن صفات كان من حقها أن تسند إلى المفعول وأسندت إلى الفاعل، وأخرى كان يجب أن تسند إلى الفاعل وأسندت إلى المفعول، هذه في العلاقة الفاعلية والعلاقة المفعولية. كذلك رأينا أن هذا النوع من الإسناد غير حقيقي، لأن الإسناد الحقيقي هو إسناد الفعل إلى فاعله الحقيقي، فالإسناد إذن هنا إسناد مجازي ويسمى المجاز العقلي. إلى أن المجاز ليس في اللفظ كالاستعارة والمجاز المرسل، بل في الإسناد، وهذا يدرك به بالعقل. تدريب لما سبق، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ فيما يأتي وصحح الخطأ. عندك مجموعة من الأسئلة. المجاز العقلي هو إسناد الفعل وما في معناه إلى غير ما هو له. جاء زيد أو بكر كاتب إسناد حقيقي. المجاز المرسل وضع كلمة مكان أخرى، والمجاز العقلي إسناد الفعل إلى غير فاعله. يفعل المال ما تعجز عنه القوة، في هذه العبارة مجاز عقلي علاقته الفاعلية، فهو بعيشة راضية، في هذه الآية مجاز عقلي علاقته الفاعلية. قد عز عز الأولى، في هذه العلاقة مجاز عقلي علاقته المصدرية، وتجد إجابتها في الكتاب التفاعلي لديك. بلاغة المجاز العقلي. المجاز العقلي ضرب من التوسع في أساليب اللغة وفن من فنون الإيجاز في القول، وهو أسلوب عربي فصيح يدل على سعة العربية وقدرتها على تجاوز حدود الحقيقة إلى الخيال،
ذلك أنه لو كان الإسناد قاصرا على الحقيقة وحدها لجفت اللغة وانعدم فيها رونق الحياة وجمال التعبير، ومنهم من يفضل المجاز على الحقيقة. إن قولنا سرنا الزمان وازدحمت الشوارع وجرى النهر وأضاءت الغرفة وبنى الحاكم قصرا وغير ذلك امتداد بالخيال إلى آفاق لا تبلغها العين، كلها مجاز عقلي، إثارة للنفس إلى حدود موغلة في عالم النشوة والفرحة وتشخيص المجردات، كانت لولا هذا الأسلوب كلمات مقصوصة الجناح محرومة من كل عوامل السمو والتحليق. إن المجاز العقلي في الكلام لشأنا عظيما، فهو مرتكز في طبائع الناس يعبرون عنه، وإن لم يعرفوا اسمه فهم يقولون فلان أصلحه الزواج وغيره المال ونجته الأمانة ورفعه العلم وقتله الطمع، ويقولون منزلك عامر وسفرتك دائمة وأقدمني الشوق إلى لقائك إلى آخر. ولقد أشار إليه الشيخ عبد القاهر الجرجاني شيخ البلاغة العربية وسماه المجاز الحكمي، واستشهد له بقول الناس نهارك صائم وليلك قائم ونام ليلي وتجلى همي، وقوله تعالى فما ربحت تجارتهم. فليس المجاز في الآية في لفظة ربحت بنفسها، ولكن في إسنادها إلى التجارة. وقال في موضع آخر، هذا من كلام عبد القاهر، وهذا الضرب من المجاز كنز من كنوز البلاغة، كنز من كنوز البلاغة، ومادة الشاعر المفلق والكاتب البليغ في الإبداع والإحسان والاتساع في طرق البيان. تدريب لما سبق، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ بما يأتي وصحح الخطأ. واحد، المجاز العقلي فن من فنون الإيجاز في القول وكنز من كنوز البلاغة. 2، سمى الشيخ عبد القاهر الجرجاني المجاز العقلي المجاز الإسنادي. 3، المجاز العقلي أسلوب عربي فصيح يدل على سعة العربية وقدرتها على تجاوز حدود الحقيقة إلى الخيال. 4، منزلك عامر وسفرتك دائمة، في هذه العبارة مجاز عقلي علاقته الفاعلية. إذن هذه أسئلة تجد إجاباتها لديك في الكتاب التفاعلي. وهذا عزيزي الدارس نشاط، جلسنا إلى مشرب عذب، جلسنا إلى مشرب عذب. حلل هذا المجاز العقلي وبين علاقته وناقشه مع زملائك. مشرب. النشاط الثاني، لخص ما عرفته من بلاغة المجاز العقلي وأعرض ذلك على أستاذك ودونه في دفترك. الخلاصة عزيزي الدارس، يمكننا أن نلخص ما تناولناه في هذا اللقاء في الآتي: المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي. الإسناد المجازي يكون إلى سبب الفعل أو زمانه أو مكانه أو مصدره، أو بإسناد المبني للفاعل إلى المفعول أو المبني للمفعول إلى الفاعل. علاقات المجاز العقلي هي السببية والزمانية والمكانية والفاعلية والمفعولية والمصدرية، تختلف عن علاقات المجاز المرسل وإن كانت تلتقي معها في الزمانية تقريبا في السببية. المجاز العقلي ضرب من التوسع في أساليب اللغة وفن من فنون الإيجاز في القول، وهو كنز من كنوز البلاغة ومادة الشعر المفلق والكاتب البليغ والتساع في طرق البيان. عزيزي الدارس، شكرا لحسن استماعكم وتمنياتي لكم بالتوفيق، ومرحبا بكم في لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.